حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، هذا لقاء جديد في سلسلة خواطر التدبر. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه الآية قيلت في حق من؟ سيدنا يوسف عليه السلام. تأملوا صيغة الخطاب، ولما بلغ أشده آتيناه، يريد أن يقول لك إن الله هو الذي يؤتي وليس الظروف وليست الأسباب وليس فلان أو فلان. لا تظن أنك إذا تعلمت وحصلت على الشهادات تقول الجامعة الفلانية والأستاذ الفلاني وفلان هو الذي أعطاني هذا العلم. لا، آتيناه حكما وعلما. الحكم هو الحكمة، وهو أهم من العلم أيها الأحبة. هناك علماء ألفوا كتب في مجال كيف تعالج الاكتئاب، ثم أصيبوا بالاكتئاب وانتحروا، لم ينتفعوا بعلمهم. هناك عالم ألف كتب عن السعادة وكان أتعس الناس. فلذلك الحكمة قبل العلم، لأن الحكمة أيها الأحبة هي كيف تضع الأمور في مكانها الصحيح في الزمن الصحيح في الأسلوب الصحيح. وبالتالي أنا عندما أحصل على كمية من العلم، ماذا يساوي هذا العلم إذا أنا لم أكن سعيدا؟ إذا هذا العلم لم يحقق لي السعادة والطمأنينة والحياة المطمئنة، ما الفائدة منه؟ إذا نحن للأسف في هذا العصر ركزنا على العلم ونسينا الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لأن الكثيرين أيها الأحبة من الأمم السابقة يعني طغوا بسبب العلم الذي حصلوا عليه، لم يردوه لله عز وجل، مثل قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، افتخر بعلمه. قال لهم هذه الأموال جمعتها بسبب العلم الذي حصلت عليه، لم يقل إن الله هو الذي رزقني. لذلك كل إنسان لديه شيء من الغرور، لديه شيء من الاتكال على الآخرين، تخلص منه بسرعة، واجعل توكلك وحياتك وأمرك وشؤونك ضعها بين يدي هذا الخالق العظيم الذي هو يستطيع أن يرزقك أو يمنع عنك الرزق، يستطيع أن يطيل عمرك أو أن يقرب أجلك، يستطيع أن يصيبك بمرض، بهموم، بمشاكل، وقادر أن يجعلك في أفضل حال وفي أفضل حياة مطمئنة. لذلك يعني كن مع الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الحكم والعلم، الحكمة والعلم لا يعطيك الله إياها من دون شيء، يجب أن تكون من المحسنين. سيدنا يوسف كان من المحسنين، كان يحب الإحسان. يعني هنا معادلة أيها الأحبة أحب أن أتوقف عندها. نقرأ نحن هذه الآيات ولا نلتفت للمعادلات والقوانين الموجودة في داخلها. القرآن فيه طاقة شفاء عظيمة، طاقة النجاح موجودة في القرآن. هذه الآية فيها معادلة بسيطة تقول لك إذا أردت أن تحصل على العلم والحكمة وتمكن في الأرض كما مكن لسيدنا يوسف، على الرغم من أنه كان في غيابة الجب وكان طفلا صغيرا وضعيفا وفي ظلمات الجب، الله تعالى أنقذه وأكرمه وعلمه. طبعا أسباب يسخرها الله عز وجل، يسخر له من يفعل ذلك. ثم آتاه الحكمة والعلم، لماذا؟ وكذلك نجزي المحسنين. إذن أحسن قدر ما تستطيع. جار أساء لك،
اصبر وأحسن وأكرمه. ابن أساء لك أو أخ أو صديق أو شخص لا تعرفه، بالعكس أعف عنه وأكرمه وأعطيه، أحسن. هذا هو الإحسان. هذا الإحسان له مردود كبير جدا، أن الله سيمكنك في الأرض ويرزقك ويعطيك من الحكمة والعلم. لا تظن أنك إذا يعني ظلمت الناس أو إذا استكبرت على الناس أو إذا يعني تظن نفسك قويا، بالعكس، حتى لو أراد الناس أن يخدعوك سلم أمرك إلى الله، دائما سلم أمرك لله، أحسن لهؤلاء الناس الذين أساءوا لك، لأنك ستقبض الثمن من الله عز وجل، ستقبضه في صحتك وسلامتك وسعادتك ورزقك والحكمة التي سيؤتيك الله إياها. يعني لا تظن أن المال كل شيء أيها الأحبة. هناك دراسة لجامعة هارفارد استمرت 80 عاما، وجدت الدراسة أن السعادة لا تأتي إلا من خلال المعاملة الطيبة للناس، أن تعامل الناس معاملة طيبة وتعفو عنهم وتصفح عنهم، وبالمقابل هم سيقابلونك بهذا الأسلوب. فالمتسامحون والذين يغفرون للناس أخطاءهم كانوا هم أكثر الناس سعادة وأطولهم أعمارا، حسب جامعة هارفارد. إذن أيها الأحبة، هذا الأسلوب الذي يعطينا إياه القرآن، الإحسان، هو لمصلحتنا. لا تظن أنك عندما تصبر أنت تقسو على نفسك، أنك تضر نفسك، لا، أنت تفيد نفسك. هنا أيها الأحبة، آتاه الله العلم والحكمة، وكذلك نجزي المحسنين. ينقلنا القرآن الآن نقلة زمنية طويلة، يعني هذه المرحلة التي آتاه الله فيها العلم هي مرحلة سنوات. كان طفلا صغيرا فكبر وأصبح قويا ببنية قوية، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، كان لديه نوع من السلطة، لديه نوع من الحضور، كان لديه علم غزير، كان لديه حكمة، أعطاه الله هذه الأمور لأنه كان من المحسنين. الآن أراد الله أن يختبره، يعني إذا تعرضت لموقف لا تقل لماذا فعل الله معي هذا، ماذا فعلت لله، استغفر الله، يعني كثير من الناس يقولون ذلك، ماذا فعلت يا رب حتى تصيبني بهذا المرض، ماذا فعلت حتى تسلط علي فلانا، ماذا فعلت كذا. هذا كله يا أحبتي هو اختبار من الله ليختبر قوة إيمانك. هل لديك إيمان قوي أم تتخلى عن الله بسهولة؟ هذه هي القصة. وراودته التي هو في بيتها، انظروا إلى تعبير القرآن الرائع. هذا الكتاب أيها الأحبة يتلى أمام الأطفال، أمام النساء، أمام البنات، فألفاظ القرآن في قمة الروعة والحشمة والأدب والاحترام. وراودته التي هو في بيتها، لا يوجد تعبير أفضل من هذا على فكرة. يعني إذا أردنا أن نستخدم كلمة تحرش، كلمة سيئة جدا يعني غير لائقة أمام تستخدمها أمام بناتك، أمام إخوتك، أمام كذا، ولكن راودته يعني كلمة عادية وتفهم معناها، ليس فيها أي يعني شيء يثير الغريزة أو العاطفة أو فيها أي إساءة. وراودته من المراودة، يعني حاولت أن تستدرجه لارتكاب الفاحشة، ولكن القرآن لم يقل ذلك، وراودته فقط. رأيتم عظمة القرآن؟ وكل الناس يفهمها بداخله، لا يحتاج إلى تفسير. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أو هئت لك، قالت هيت لك أو تهيأت لك، بمعنى تهيأت لك. هنا امرأة تغلق أبواب القصر،
وهي كما في التفاسير في غاية الروعة والجمال، وزوجها غائب، قد يكون مسافر أو غير موجود، وكل وسائل الإغراء موجودة، وكل وسائل التي تدعوه لارتكاب الأمر المحرم موجودة ومتوفرة. زينت نفسها، غلقت الأبواب، وهذا الشاب لم يرى شيئا، يعني شاب بلغ أشده ولديه غريزة، لديه عاطفة، لديه يعني كل هذه المشاعر التي يشعر بها الشباب. طيب، لأنه كان من المحسنين ماذا فعل؟ أي شاب آخر سينزلق، ولكن سيدنا يوسف لأنه كان من المحسنين قال معاذ الله، كلمة قوية جدا أيها الأحبة. هكذا تعرف نفسك أنك من المحسنين أم لا، إذا تعرضت لموقف فيه إكراه على فعل شيء يحرمه الله سبحانه وتعالى أن تقول معاذ الله، موقف فيه رشوة ترفض هذه الرشوة تقول معاذ الله، موقف فيه سرقة، فيه أي نوع من أنواع المعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى تقول على الفور معاذ الله، لا أفعل ذلك، إنه ربي أحسن مثواي. هنا ربي طبعا يقصد بها السيد، يعني ليس هذا، طبعا هذا الكلام لا يقوله سيدنا يوسف ليبرر امتناعه عن الفاحشة، لا، هو يخاطبها، يذكرها بزوجها. يعني دققتم معي أيها الأحبة؟ قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. خاطبها، ذكرها بزوجها، وذكرها أن هذا الزوج أحسن إليك وأحسن لي، فلا يجوز أن تفعلي ذلك. هو يخاطبها ولا يبرر امتناعه عن الفاحشة أن هذا الرجل أحسن له، يعني لو لم يكن قد أحسن له كان سيرتكب الفاحشة. لا، سيدنا يوسف يتعامل مع الله، لا يهمه فلان أو فلان من البشر، كان همه الله عز وجل، وهو يخشى الله، يخاف من الله عز وجل، يمتنع عن الزنا خوفا من الله، وليس خوفا من فلان أو فلان، ولكن هو في هذا الموقف يذكرها ويقول لها إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تذكروا رجاء أيها الأحبة هذه العبارة الرائعة التي وردت على لسان سيدنا يوسف، إنه لا يفلح الظالمون، تذكرها. أي موقف فيه معصية لله ولو بسيطة تذكر هذه الجملة، هذه الآية، إنه لا يفلح الظالمون. تذكر إذا تعرضت في بيتك، في حياتك، في عملك أو دراستك لشخص أساء لك، تذكر إنه لا يفلح الظالمون، وقل له أنا سأعفو عنك، سأتسامح معك، لأنني أنتظر المقابل من الله عز وجل، عسى أن أكون من المحسنين كما كان سيدنا يوسف، ليؤتيني الله العلم والحكمة والرزق ويمنحني عز وجل الحياة الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفع بهذه المعلومات من يشاء من عباده، إنه عليم حكيم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.